السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية. نستهل النشرة بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب يلتقي نظيره التركي وأمين عام اتحاد مجالس الدول بمنظمة التعاون الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد عمل الحكومة على معالجة مطالب هيئة التدريس والكوادر الإدارية الجامعية ضمن خطط شاملة. أبطال الجيش الوطني وطيران التحالف يواصلون حصد أرواح الميليشيات الحوثية في جبهات القتال بمحافظة مأرب. إلى التفاصيل، أهلا بكم مجددا. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى وزير المغتربين الأسبق الشيخ فضل محمد عيدروس العفيفي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الإنساني والاجتماعي والتضحية والعطاء. وعبر رئيس الجمهورية في برقية إلى نجل الفقيد نواف وجميع إخوانه وأفراد أسرته وآل عفيف ويافع والوطن عامة عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فضل محمد عيدروس العفيفي وزير شؤون المغتربين الأسبق الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي. وأشاد نائب الرئيس في البرقية التي بعثها إلى نواف بن فضل العفيفي بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية التي جسدها طيلة حياته الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن وأبناء المجتمع. وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وكافة آل العفيفي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني مع رئيس المجلس الوطني مع رئيس المجلس المطري الكبير بالجمهورية التركية البروفيسور مصطفى شنتوب على هامش أعمال المؤتمر السادس عشر لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية، العلاقات البرلمانية الثنائية بين المجلسين وسبل تعزيزها، واستضافة أعمال الدورة السادسة عشرة لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وخلال اللقاء أشاد البركاني بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط البلدين، مهنئا نظيره التركي على نجاح أعمال المؤتمر. وتطرق البركاني إلى مستجدات الأوضاع في بلادنا في ظل انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وخطورة استمرار الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحوثية الإرهابية المروعة ومصادرة الحقوق والحريات وتجنيد الأطفال، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين في مأرب وبقية المحافظات بصورة عدائية سافرة لم يتوقف بل يزداد ضراوة، ما يفاقم في خطورة الوضع الإنساني ومعاناة ملايين النازحين. من جانبه رحب مصطفى شنتوب رئيس المجلس الوطني الكبير بالجمهورية التركية برئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له، معربا عن أسفه لاستمرار الحرب وتفاقم الوضع الإنساني المؤلم، وقال إن المعاناة التي يعيشها أطفال ونساء اليمن تؤلمنا كثيرا، مؤكدا دعمه للشرعية والحكومة وتغليب الحوار والحل الشامل والمضي قدما في تغليب خيارات السلام على الحرب. كما التقى رئيس مجلس النواب على هامش المؤتمر الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الشيخ محمد قريشي نياس، وأكد البيان الصادر عن ختام أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بيانا على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإدانة الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات الصهيونية. وحث البيان الأمم المتحدة وكالاتها على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود على المستويات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتبني استراتيجيات شاملة ضده. التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين بمدينة اسطنبول التركية.
ورحب رئيس المجلس بممثلي الاتحاد ورجال الأعمال اليمنيين معربا عن تقديره للجهود والأدوار التي يقوم به الاتحاد في خدمة رجال الأعمال اليمنيين للدفع بهم إلى المستويات التي يهدفون إليها في بناء وتعزيز العلاقات التجارية التي يستفيد منها التجار اليمنيين وبما يساهم في خدمة أبناء الجالية اليمنية في تركيا والعالم. واستمع البركاني خلال اللقاء إلى الأهداف والنتائج التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها في سبيل تعزيز النشاط الاستثماري ولما من شأنه خدمة ورعاية مصالح رجال الأعمال اليمنيين في مختلف دول العالم والمساهمة في تطوير أعمالهم واستثماراتهم، مؤكدين أن الاتحاد حريص على الاستمرار في نشاطاته والارتقاء بأدائه لتحقيق أهدافه المتمثلة بخدمة أعضائه. وحث البركاني أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي على ضرورة تعزيز الجهود والعمل بصورة مشتركة مع رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين للمساهمة في تذليل الصعوبات وحل القضايا والمشاكل العالقة لأبناء الجالية اليمنية في مختلف الدول في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب عبد الحميد فرحان وعبد الخالق البركاني ومحمد الحزمي وإسحاق القحم وأحمد البرطي. نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عضو مجلس الشورى وشيخ مشايخ يافع وزير المغتربين السابق فضل محمد عيدروس العفيفي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والسياسي والاجتماعي. وعبر رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى نجل الفقيد نواف وجميع إخوانه وأفراد أسرته عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل الذي فقدت اليمن برحيله واحدا من كبارها العقلاء والحكماء، منوها بأدوار ومواقف الفقيد على المستوى الوطني والسياسي والاجتماعي. وقدم رئيس الوزراء العزاء والمواساة لجميع أفراد أسرته وآل عفيف وقبائل يافع واليمن عامة بهذا المصاب، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لهيئة التدريس والكوادر الإدارية الجامعية والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لها ضمن خطط شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على تراجع سعر صرف العملة الوطنية التي ألقت بظلالها على مختلف الجوانب المعيشية. وشدد رئيس الوزراء لدى لقائه في العاصمة المؤقتة عدن بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي رئاسة جامعة عدن وعمداء الكليات والقيادات الإدارية بالجامعة على أهمية انتظام العملية التعليمية وعدم الإضرار بمصالح الطلاب، وأن أي مطالبات سيتم معالجتها والتعامل معها وفق الأطر القانونية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومعايير الاعتماد الأكاديمي وتطوير مناهج التدريس في الجامعات باعتبارها مخزن الكفاءات للدولة. وشدد الدكتور معين عبد الملك بدور جامعة عدن كصرح علمي شامخ في التاريخ الأكاديمي وما أسهمت به من تخريج كوادر وقيادات لعبت دورا بارزا في صناعة مسيرة البناء والدور المعول عليها في مواصلة هذا الدور، منوها بدورها البارز في عملية التنوير العلمي والمعرفي والدور المناط بها لنشر التوعية المجتمعية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتعزيز قيم التعايش ونبذ التطرف والإرهاب. وتحدث رئيس الوزراء عن هجرة العقول الأكاديمية في اليمن والحرص على وضع المعالجات لأسبابها والعمل على الحد منها، مستعرضا مستجدات الأوضاع في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها وأهمية تكاتف الجهود في هذه المرحلة الصعبة، مشيرا إلى الإجراءات الاقتصادية المتخذة لتحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد واستقرار السوق النقدية وما تم إنجازه في هذا الجانب بما في ذلك تغيير قيادة البنك المركزي اليمني والخطوات اللاحقة. وقدم رئيس جامعة عدن وأعضاء مجلس الجامعة وعمداء الكليات والقيادات الإدارية قدموا شرحا حول خطط الجامعة وأوضاع العملية التعليمية والأكاديمية وأنشطتها المختلفة والتحديات والمشاكل القائمة، مشيرين إلى الاحتياجات والمطالب القائمة ومنها ما يتصل بأوضاع هيئة التدريس والكوادر الإدارية والحلول المقترحة لمعالجتها وما يمكن أن تقدمه الحكومة في هذا الجانب.
نعى مجلس الشورى الشخصية الوطنية البارزة الدكتور فضل العفيفي عضو المجلس الذي وفاه الأجل بعد سنوات من العطاء قضاها مناضلا وقياديا في خدمة الوطن. أكد بيان النعي أن اليمن فقدت برحيل العفيفي أحد رموزها الذين عرفوا بتاريخهم النضالي ومقاومتهم للاستعمار البريطاني، معبرا عن خالص العزاء وصادق المواساة لنجله نواف فضل العفيفي وكافة آل العفيفي بهذا المصاب الجلل، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ناقش وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان مع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عدي والأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية بالمحافظة. واطلع الوزير حيدان من محافظ شبوة على جهود السلطة المحلية بالمحافظة في دعم جهود الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار. وأشاد وزير الداخلية بتضحيات الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية والانتصارات التي تم تحقيقها ودحر ميليشيات الحوثي الانقلابية، مشيرا إلى الدور الإيجابي للوحدات العسكرية والأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار وإسناد الجبهات لاستعادة مؤسسات الدولة من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا. أكد معمر الإيراني وزير الإعلام والثقافة والسياحة أن ميليشيات الحوثي التابعة لإيران تتعرض لنزيف بشري هو الأكبر منذ الانقلاب، وتفقد بشكل يومي المئات من قياداتها وعناصرها الذين تكتظ بهم ثلاجات الموتى والمستشفيات، عدا عن مئات الجثث التي خلفتها وراءها. وأوضح معمر الإيراني بأن قيادات الحرس الثوري وميليشيا حزب الله التي تقود المعركة تمارس ضغوطا على ميليشيا الحوثي لاستمرار المعارك رغم خسائرها الكبيرة. وأشار الإيراني إلى أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومشائخ وقبائل وأبناء مأرب الشرفاء بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية يسطرون ملاحم أسطورية في التصدي لمرتزقة إيران والتنكيل بالأمواج البشرية التي يزج بها في هجمات انتحارية على الطريقة الإيرانية في حربها مع العراق. وجدد الإيراني الدعوة للمشائخ والقبائل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وكل أب وأم بالحفاظ على أبنائهم ورفض استخدامهم وقودا لمعارك الحوثي العبثية بعد أن ثبت بالدليل القاطع عدم اكتراثه بنهر الدماء ومشاهد جثث وأشلاء عناصره ومضيه في تنفيذ أجندة أسياده في طهران والضاحية الجنوبية. أعلن تحالف دعم الشرعية أنه نفذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة الماضية. وأضاف التحالف أن هذه الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية للميليشيات تجاوزت 200 عنصر إرهابي. وأضاف التحالف أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، موضحا أن العمليات استهدفت آليتين عسكريتين للميليشيات الحوثية وأوقعت 15 قتيلا من عناصر الميليشيات. واصل أبطال الجيش والمقاومة بإسناد كبير من مقاتلات تحالف دعم الشرعية حصد مزيد من عناصر وعتاد ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية والغربية. وتمكنت قوات الجيش والمقاومة خلال الساعات الماضية من إفشال عدة هجمات للميليشيا الحوثية بمساندة جوية من مقاتلات تحالف دعم الشرعية. وأسفرت المواجهات وضربات طيران تحالف عن مصرع وإصابة العشرات من الميليشيا وتدمير عدد من الآليات في المعارك الدائرة على امتداد جبهات المحافظة الجنوبية والغربية، وسط استمرار تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في مختلف جبهات القتال في محيط المحافظة. أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الجراحية نوب محافظة الحديدة. وقال المركز الإعلامي للعمالقة أن القوات المشتركة رصدت الطائرة الحوثية المفخخة أثناء تحليقها في سماء المنطقة واستهدفتها بالسلاح المناسب قبل تنفيذها هجوما وشيكا على مواقع القوات المشتركة. أعلن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عن تمكن فرقة ميدانية
بمحافظة الحديدة من إتلاف مئات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي. في الوقت ذاته فتحت ممرات آمنة للمدنيين في عدة مناطق بالمحافظة ذاتها. وقال المشروع أن فرقة الهندسة العاملة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة تمكنت من نزع وإتلاف أكثر من 629 لغما مضادة للدبابات من قرى مزارع مديرية حيس المحررة حديثا. كانت ميليشيا الحوثي قد زرعتها في مداخل القرى والمزارع والمدارس وأبار المياه والمراكز الصحية وغيرها من المنشآت في المديرية. كما أمنت فرق مسام المركز الصحي بمنطقة الضاحية ومدرستي أبو بكر الصديق والنصر وعدد من الآبار وخزانات المياه التي كانت الميليشيا قد فخختها بالألغام والعبوات الناسفة. شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قصفا عشوائيا استهدف القرى الآهلة بالسكان في محافظة الضالع. وقالت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت بشكل مباشر بأسلحتها الثقيلة منازل المواطنين الآهلة في منطقتي المشاريح وقروض شمال غرب حجر بمحافظة الضالع، وألحقت أضرارا في عدد منها وإحداث حالة من الهلع والخوف عند النساء والأطفال، وذلك في مواقع تمركزها في جبل المصيوح الواقع شمال شرقي مديرية الحشا والمطل على بلدة المشاريح. استحدثت ميليشيات الحوثي الانقلابية معسكرا تدريبيا جديدا لها في مديرية الجراحي جنوبي محافظة الحديدة، وفرضت التجنيد الإجباري على المدنيين وذلك لتعويض خسائرها الفادحة. وقالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استحدثت معسكرا تدريبيا لها في أقصى مناطق مديرية الجراحي إلى الشمال الشرقي للمديرية في المناطق المحاذية لمديرية وصاب السافل، مشيرة إلى استخدام الميليشيا مجندين من صغار السن ومدنيين لم يسبق لهم التعامل مع السلاح وتخضعهم للتدريب العاجل وإرسالهم لجبهات القتال، مؤكدة فرضه التجنيد الإجباري على سكان المديرية. وأوضحت المصادر أن المعسكر الذي يقع على شمال وادي زبيد في الجهة المقابلة للخط الرئيسي الرابط بين محافظتي إب والحديدة تم إنشاؤه حديثا في مناطق نفوذ أحد المشايخ الموالين للحوثيين. وأكدت المصادر أن المعسكر جرى تحصينه بقوات عسكرية من مختلف الجهات وفرق قناصة، كما منعت المرور من جواره. شاركت اليمن ممثلة برئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف في الاجتماع التمهيدي لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية مكافحة الفساد تحت عنوان دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد والوقاية منه الطريق إلى الأمام بمدينة شرم الشيخ المصرية. ويهدف الاجتماع إلى رفع مستوى الوعي حول بيان أبو ظبي لعام 2016 بشأن مكافحة الفساد الصادر في المؤتمر العام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وحصر النتائج والإنجازات التي تحققت خلال السنتين الأولى لتنفيذ بيان أبو ظبي واستكشاف الممارسات الراهنة باستخدام تقنيات معلومات الاتصال بغرض تعزيز التنسيق بين أجهزة الرقابة العليا وهيئات مكافحة الفساد بهدف مكافحة الفساد والوقاية منه. وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات والخطط المستقبلية وإعداد الأدلة الإرشادية لتحقيق التعاون والتنسيق لحماية الأموال العامة، وأكد المشاركة في مجموعة من البرامج والمؤتمرات لتعزيز قدرات هذه الأجهزة. اعتمد محافظ محافظة الأحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي المخطط العام للدفعة الأولى البالغة 7563 قطعة أرض من مشروع مدينة أراضي الشباب وأشهد الجرحى من مديريتي الحوطة وتبن. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أقر اجتماع موسع عقد اليوم برئاسة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي محافظ محافظة الأحج قائد اللواء 17 مشاة، أقر تنفيذ حملة شاملة لإزالة الأحواش العشوائية الواقعة في الطرقات الرئيسية والفرعية في مديرية تبن، وأضحت تشكل خطرا على الخدمات العامة والبنى التحتية وتعيق حركة السير وتشوه المنظر الجمالي للمدن الحضرية. وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة العميد عبد الفتاح هيثم ومدراء الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للأراضي ومدراء مديريتي الحوطة وتبن، أقر الاجتماع التدشين الفعلي لتسليم أراضي الشباب والشهداء والجرحى بعد غد الثلاثاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. ويتكون المشروع الذي يقع في منطقة دار المناصرة بمديرية تبن من 7800 قطعة أرض من أراضي الدولة،
المحافظ تركي كان قد أشاد بالجهود الجبارة التي بذلها مكتب أراضي وعقارات الدولة في المحافظة في إنجاز مخططات المشروع في وقت قياسي، مشيرا إلى أن السلطة المحلية في المحافظة ستكون عونا لكل جهد يبذل في خدمة أبناء المحافظة وشبابها. كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بمشروع الصرف الصحي العملاق لمديريتي الحوطة وتبن الواقع في منطقة الفشلة، ووجه المحافظ تركي بسرعة إزالة كل الاستحداثات والتشوهات التي علقت بحرم المشروع ومحاسبة الجهات التي تستهدف عرقلته بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة. لقناة عدن الفضائية، منصور سيف سعيد، محافظة لحج. الآن إلى حادثة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة مشيئة الله تعالى. ولمن فاتته النشرة، هذا التذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب التقي نظيره التركي وأمين عام اتحاد مجالس الدول بمنظمة التعاون الإسلامي. رئيس الوزراء يؤكد عمل الحكومة على معالجة مطالب هيئة التدريس والكوادر الإدارية الجامعية ضمن خطط شاملة. أبطال الجيش الوطني وطيران التحالف يواصلون حصد أرواح الميليشيا الحوثية في جبهات القتال بمحافظة مالي. وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. في أمان الله، إلى اللقاء.